اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مكملين مع الكابتن محمد صلاح وكلام مهم جدا. كابتن صلاح، في لقطه كده شهيره، حضرتك كنت قاعد على دكه البدلاء في نادي الزمالك وكنت عليك تشرب شاي بلبن. ده شاي بلبن ولا نسكافيه الاول؟ لا انا بره البيت نسكافيه، جوه البيت شاي بلبن. شاي بلبن ده بحبه جدا من ايام ما كنت في العباسيه. يعني ده كان نسكافيه اللي كان في الملعب. سواء يوم دجله كنت صايم والماتش الساعه 7. حضرتك كسرت صيامك على كوبايه نسكافيه. بس هو يعني انا بشكر محمد نصر، يعني صيطني. وبعدين جابوا ساري، كان نابولي باين. كان قاعد على اهو، ما هي كابتن كان قاعد زي كده، بس هو ما كانش صايم طبعا. ده كابتن حضرتك اللي كنت صايم. بس ما فيش حاجه يعني. بس هي حلو. ايه المشكله في دي؟ هو منكر ولا ايه؟ انا مش عارف. طب يا كابتن، حضرتك يعني الفتره الاخيره جالك تعليقات كتير قوي، والناس كلها يعني بتقول لك كابتن محمد حضرتك الصوره جت وانت بتشرب كوبايه نسكافيه، فاكيد جالك تعليقات كتير قوي وصور على الواتساب كتير قوي. ايه ابرز تعليق ضحك حضرتك وقلت لا التعليق ده حلو ما ينفعش يعدي كده؟ كان على الصوره دي كان ايه؟ فاكر يا كابتن ولا بالنسبه لك الموضوع أنا كله انا يعني انا هو عدى كده يعني. انا طبعا مش في الحسبان، حتى هو كان جايب حماده طلبه بيحط قطره. وفي حاجات مفروض يعني روعه الاخراج. مش هجيب واحد بيحط قطره روعه الاخراج يعني، ممكن صح. يكون ايه؟ لا ما دلوقتي بشوف اخراج ما شاء الله، يعني واحد جون هيجي او في هجمه، واحد جايب صاحبه في المدرج. حصلت امبارح في ماتش الاسماعيلي والزمالك. صح والله ما شفتها والله. حصلت هجمه خطيره للزمالك او الاسماعيلي، تلاقي الصوره جايه بره خالص. واحد جايب على اي حد واقف بره، عروسه وعريس قاعدين فوق. اخراج ابداع يعني، ابداع. جاب لك القمر. ماشي القمر، هو القمر يعني سبحان الله، اللي هو دول سبحان الله. لكن هجمه او حاجه مهمه تجيب لي واحد صاحبك قاعد في المدرج، فده اخراج يعني. لكن انا صيدت والله. لكن بس انا بقول للناس انا كنت صايم فعلا، والمغرب كان الساعه 7 الا دقيقه لدقيقتين او دقيقتين مش فاكر، بس خدت شربت.